ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدات والسادة، وشهر كريم مبارك، وحفظ الله المسلمين في كل مكان في هذه الغمة وحمى الأمة، نيابة عن المعهد الدولي للوقف الإسلامي ومنتديات الحوار الوقفي. نرحب بضيفنا ونرحب بكم مجددا من خلال برنامج أمسيات وقفية رمضانية الذي نطل عليه كل ليلة عن بعد، وهو برنامج يومي يستضيف في كل ليلة ضيفاً كريماً خبيراً في قطاع الأوقاف ليحدثنا عن الأوقاف في منطقته أو منطقة عمله. ساعدنا في الليالي المباركة السابقة بكوكبة مميزة من التجارب من القدس إلى البوسنة ومن السنغال حتى ماليزيا، وما زال في الليالي القادمة وفي الجعبة الكثير، حيث أن المعهد الدولي للوقف الإسلامي قد أخذ على عاتقه نشر ثقافة الوقف وتعزيزها. في هذه الليلة المباركة نرحب بسعادة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن السميط، المدير التنفيذي لجمعية العون المباشر، في عنوان جميل وهو عنوان حلول وقفية لأزمات إفريقيا، ويستعرض فيها تجربة جمعية العون المباشر يمر بها بعدة مراحل، بين مقدمة عن مفهوم التسيير الذاتي والاعتمادية، ثم فلسفة جمعية العون المباشر، ثم الظروف الحالكة وكيف تعاملت معها العون المباشر، ثم تنويع مصادر التسيير خلاف الأوقاف، والمحفظة الوقفية وليس المحفظة العقارية، ووقف الاستدامة، ثم دراسة الدول ومنهج الاستدامة ومفهومها، ثم مشاريع وبرامج الأموال الدوارة، ثم تحدي سعر الصرف. ذلك نختتم باستفساراتكم ومداخلاتكم. أترك المجال لسعادة الدكتور ليأخذ حيزه من الحديث، ثم بعد ذلك نسعد باستفساراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله؟ الحمد لله. أولا أشكر المعهد الدولي للوقف على هذه الاستضافة، والحقيقة يعني كانت يعني مناكفات بيني وبين الدكتور سامي على الموضوع، وهل في مادة ممكن أقدمها تليق بمقامكم الكريم، وفي النهاية يعني رسينا على هذا الموضوع الذي أعتقد أن لنا تجربة فيه إلى حد ما جيدة. ما أقول أنها ناجحة النجاح الباهر، لكن أقدر أقول أن يعني تجاوزنا فيها كثير من الأزمات. وتخلينا نرجع إلى مفهوم الاستدامة أو مفهوم الاعتمادية أو مفهوم التسيير الذاتي عند الجمعيات الخيرية وكذلك عند الجهات الوقفية. المفهوم حقيقة عادة ما يطرح على أن هو عبارة عن عقار يدر دخل يغطي المصاريف الإدارية أو المصاريف التشغيلية للمؤسسة. والحقيقة أن مفهوم الاعتمادية ومفهوم التسيير الذاتي أوسع من موضوع عقار أو عمارة تدر الدخل وتغطي مصاريف إدارية تشغيلية، لأن بالنهاية أنت تجعل باللغة الاستثمارية استثمارك في سلة واحدة، وهذا يجعل الأمر في خطورة جدا عالية مهما بلغ العقار من مأمن. هذا الأمر يعني جعلنا من بداية عمل الجمعية نفكر في ما هو الوسيلة الأنسب وما هي الوسيلة الأنسب لتحقيق هذه الاستدامة. كانت بداية عمل الجمعية تقدم خدمات للفقراء في أفريقيا في الدول التي تعمل فيها، خدمات مجانية، التعليم مجاني، الخدمة الصحية مجانية، أي خدمة تقدمها العون وفي قابلية بالسوق أنها تكون بمال كانت تقدمها بالمقابل مجانية. وهذه الفلسفة كانت لها ظروفها في الثمانينات، وكانت لها ظروفها في فلسفة العمل الخيري من غير ما تعصف فيها الأزمات، إلى أن جاءت أزمة الغزو العراقي على الكويت عام 1990. هنا انقطعت الجمعية عن كل بلدانها التي تعمل فيها، تشرد الأيتام، تشرد الدعاة، تشرد الموظفين، مدة 3 شهور انقطعت كل مصادر الدخل، وبعد 3 شهور
أفرجها الله سبحانه وتعالى بفزع من بعض الأخوة من السعودية، استقبلوا الوالد رحمه الله وأعطوه ما يسير به عمله وانطلق العمل من جديد. كانت هذه أول قرصة لهذه الجمعية، اللي من بعدها بدأت الجمعية تفكر جديا هل مجانية الخدمات عمل صحيح ويحقق الاعتمادية ويحقق الاستمرارية لهذا العمل. ارتأينا أن هذا الأمر غير صحيح، وإنما يقدر لكل دولة قدرها، بل لكل مدرسة ولكل مستوصف قدرها. حتى وصلنا في النهاية إلى وقتنا الحالي أن نعتبر كل مدرسة وكل مستوصف وكل مستشفى هو عبارة عن كوست سنتر خاص له إيراداته وله مصروفاته، أيا كانت هذه المصروفات والإيرادات. بل أصبح لنا مراجعة شهرية لكل كوست سنتر كم حجم التسيير الذاتي في هذا المركز المالي. فإذا ذكرنا أن 280 مدرسة للجمعية، نرى كل مدرسة كم حجم التسيير الذاتي وكم المستهدف أن تحقق السنة القادمة والتي بعدها وبعدها، وكذلك المستوصف. بل وصلنا إلى مرحلة ما دام أن اليتيم له كفالة فتدفع مصاريف الصحية لليتيم للمستوصف بناء على السعر الرمزي الموضوع في هذا المركز الصحي أو المستوصف. فاليتيم الذي داخل المركز يسدد رسوم لفحصه الطبي والعلاجه في المستوصف اللي موجود في نفس دار الأيتام، حتى نحقق فعلا استمرارية حقيقية لهذا المستوصف ويكون له مدخول سواء من الأيتام أو من خارج المركز. هذا الأمر جعل هناك يعني أريحية للجمعية فإن يكون لها مصدر دخل موجود دون الأضرار بالهدف السامي لهذه الجمعية، وهو الوصول للفقراء الأشد حاجة والأشد تهميشا. نوازن هذا الأمر بين الناس اللي ما عندهم قدرة على السداد وبين الناس اللي عندهم قدرة ولو بسيطة أن يدفعوا سعر رمزي، أن يكون هناك قوافل طبية مجانية، أن يكون هناك مخيمات مجانية، أن يكون هناك منح مجانية للطلبة الأشد فقرا اللي ما عندهم قدرة على سداد الرسوم. إلى أن وصلنا إلى مرحلة من المراحل لما بدينا نقدم الجودة في الخدمات سواء جودة التعليم أو جودة الصحية، بدأت تزيد هذه الرسوم إلى أن وصلت إلى بعض المراكز المالية إلى التسيير الذاتي 100% وبعضها إلى 120% تحقق ربحية، بما يعود على تطوير نفس المركز أو على النشاط الصحي أو على النشاط التعليمي في الدولة. هذا الأمر يعني لو نستذكر فيها، قلنا أول قرصة هي قرصة الغزو العراقي الكويت، القرصة الثانية لما صارت 11 سبتمبر تضررت فيها كل الجمعيات الخيرية بالمؤسسات الوقفية وبعضها أغلق وبعضها اتهم، بعضها في قضايا وغيرها، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الجمعية مرت عليها يعني مرور كان جيد رغم الضرر اللي أصابها، لكن كان ضرر جدا بسيط. ثم أزمة الركود الاقتصادي اللي حصل في عام 2008 إلى 2010، كذلك كان هناك يعني ضرر أصاب كثير من القطاع التجاري والخاص، بالإضافة إلى القطاع الخيري اللي تضرر بالتبع لهذا الأمر. والحمد لله الجمعية يعني مرت مرور جيد في هذه الأزمة. والآن نصل إلى أزمة كورونا اللي كان لها كذلك يعني أثر كبير على القطاع الاقتصادي والتجاري، وبما فيها يعني القطاع الخيري والعون المباشر ليست بمنأى عن هذا عن هذه الأزمة. لما يتفكر الواحد في كيفية أن العون المباشر تجاوزت هذه الأزمات بأقل الأضرار، نجد أن هناك عدة أسباب. بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه كان هناك تأسيس جيد لهذه المؤسسة من خلال السمعة اللي كونتها، من خلال العلاقات اللي بنتها مع جميع المعنيين في هذا الأمر، سواء جهات رقابية وحكومية أو متبرعين أو جهات مانحة أو صناديق دولية أو منظمات دولية. كان لها أعظم الأثر أولاً في سد احتياج الجمعية في هذه الأزمات التي مرت، كذلك في تزكية الجمعية في الاتهامات اللي طالت كل العمل الخيري. كان من ضمن الأمور اللي أثرت كذلك هو الشفافية المالية والدقة المالية في تسجيل المصروفات والإيرادات في هذه المؤسسة. ولا أنسى يعني بعد تداعيات 11 سبتمبر مرت علينا بعض الجهات الرقابية الدولية في بعض مكاتبنا في أفريقيا وفتحت كل الملفات الموجودة سواء كانت ملفات محاسبية
أو ملفات إدارية، وكانوا يريدون البحث عن أي ثغرة موجودة حتى تتهم فيه هذه الجمعية. حتى أنهم انتهوا من الملفات المكتوبة باللغة الإنجليزية، طلبوا ملفات باللغة العربية، وجابوا مترجم أمريكي من أصول عربية وترجم هذه الملفات، إلى أن وصلوا في النهاية أنهم ما وجدوا دولار مجهول المصدر، ولا دولار مجهول جهة الإنفاق، ولا مجهول طريقة التحويل. هذا الأمر يعني جعل لهم طمأنينة على عمل هذه الجمعية، وأن فعلا ليس هناك أي مبالغ مخفية غير موجودة. هذا جعل لها مثل تزكية، أن ما في خوف من هذه الجمعية ما دام هي قد تعمل بالطرق الرسمية الواضحة السليمة. لما نتكلم على تنويع مصادر التسيير خلاف الأوقاف أو خلاف العقارات، دائما مثل ما ذكرت في البداية، الجمعيات ترى أن المصدر الرئيسي للتسيير الذاتي هو العقار، بينما مثل ما ذكرت لكم بعض الدول عندنا وصلنا إلى 50-60% من التسيير الذاتي دون الدخول في عقارات، لو وجبنا عقارات فهي توصل إلى 100% أو 120%. هذا الأمر يا أخوة جعلنا يعني نعمل بالتوازي بين الوحدات الإرادية سميناها، اللي هي الوحدات التعليمية الصحية التنموية بما فيها المحافظ الإقراضية، اللي من خلالها يكون هناك فعلا مصروف وإيراد داخل الدولة يجعل لنا نسبة من الطمأنينة أن الدولة الفلانية لو انقطعت عنها الكويت في يوم من الأيام ستكون قادرة على تسيير نفسها، ولو إلى فترة 3 شهور أو 6 شهور قادمة إلى أن تنحل المشكلة الموجودة. بعض الدول حتى لو انقطعت الكويت تماما عنها هي قادرة إن شاء الله أن تسير نفسها ذاتيا. النقطة الحقيقة اللي ودي أني أركز عليها، كثير من الجمعيات الخيرية تتعامل مع الأوقاف على أساس أن العقار بذاته هو الذي فيه السهم، بينما فلسفة العون المباشر في إدارة الأوقاف هي أن تجعلها محفظة وقفية وليست عقار بذاته. فما عندنا عقار نقول هذه العمارة الفلانية هي عمارة وقف اليتيم، والعمارة الفلانية هي عمارة وقف القرآن، ولا العمارة الفلانية هي وقف التعليم، وإنما نتكلم عن محفظة متكاملة. المحفظة هذه قد تكون فيها عقارات متنوعة في الكويت، قد تكون فيها عقارات في أفريقيا، قد تكون فيها ودايع، فالأنشطة تكون متنوعة. والمتبرع الأوقف دولار في عام 96 هو داخل في نفس المحفظة بنفس السهم من المتبرع الذي دخل في عام 2020 بدولار، وهذا يجعلهم كلهم في محفظة واحدة يتبادلون أو يكون عندهم مثل تضامن على الخسارة وكذلك تضامن على الربح، وبالنهاية لما تأتيني العوائد أوزعها وفق الغرض اللي أراد المتبرع. إيش إيجابية هذه الفلسفة؟ إيجابية هذه الفلسفة أن لو سقطت عقاراتنا اللي في الكويت كمثال، وتكون العقارات اللي بالكويت هي خاصة بالمصاريف التشغيلية والإدارية أو خاصة بوقف القرآن الكريم، هذا يجعلنا ننخفض فقط في وقف القرآن الكريم اللي احنا حاطينه كله بالكويت، انه راح ينخفض الى 50% بالنشاط، بينما لو كانت محفظة استثمارية كاملة ستكون موزعة المخاطر ما بين الكويت والميدان. كذلك المتبرع الذي اوقف هذا المبلغ سواء دولار او دينار او غيره، لو كان عقاره موجود في الكويت مجرد ضرر عقار الكويت هو سيتضرر من ناحية الصرف، بينما لو كان في المحفظة الاستثمارية الكاملة سيكون نشاطه ريعة ماشي. فإحنا نتكلم على مصلحة الواقف ومصلحة المستفيد أن يكون هناك فعلا صرف وفق خاصية عفوا أنا الملاحظات قاعد تخليني شوي أطلع عن الموضوع. أنت لا تشغل بالك في الملاحظات ولا الشات، احنا نرتب لك كل الاسئله. ما ادري في صيغه ان ما تطلع عندي، ممكن تصغرها من السهم اللي بجوار زوم وبينار شات، في سهم صغير على اليسار ممكن تصغرها بالكامل مينيمايز تختفي عندك. طيب فنتكلم، احنا نتكلم الان المحفظه الاستثماريه هذه انا ادير فيها مصلحه الواقف حتى اني اعظم
أثر وأجر وأن يستمر خير من خلال هذا الريع، وكذلك أعظم مصلحة المستفيد ولا ينقطع عني أي برنامج من البرامج اللي استثمرت فيها. وهذا خلاني حتى في أزمة كورونا الآن لما أسوي مسألة الكاش فلو أو التدفق النقدي، أشوف أن ما عندي أي نشاط من الأنشطة اللي أنا كنت مستهدفها راح يتوقف تماما، وإنما سيكون هناك مسير لهذه الأنشطة والبرامج بانخفاض دون انقطاع لأي برنامج من هذه البرامج. هذا الأمر جعل أن المحفظة الاستثمارية هذه بتعدد مصارفها اللي نتكلم عنها خلى فرصة أن مثل ما ذكرت نمشي في المصارف وفق ما أرادها الواقف. الأمر الآخر في هذه المسألة أن جعلت لي تصنيف للأوقاف هو ناجح من ناحية تسويقية، أني أجعل هناك خيارات للواقف أن يكون عندك الأوقاف العامة مثل الصدقة الجارية، الوقف العقاري، وقف برا بوالديك، هذه تصرف في عموم الخيرات وأقدر أستخدمها في حال الأزمات لتغطية أي عجوزات عندي في أي نشاط من الأنشطة وفق الصلاحية اللي أعطاني إياها الواقف. في هذه الأزمات أقدر أوديها لتغطية المصاريف. صوت انقطع بس دكتور عبد الله. دكتور عبد الله صوت انقطع، بس لو تعيد اتصالك من جديد. العفو، انقطع من عندي ولا من عندكم؟ انقطع من عندك نذران. العذر منكم يا أخوة. فال ما عندك مشكلة. أي الوقف الحين ذكرت عندي الوعاء العام اللي هو وعاء الصدقة الجارية والعقاري وبر بوالديك اللي يصرف في عموم الخيرات. الوعاء الخاص أني أصرفه في الوقف الصحي أو الوقف التعليمي، وهذا يجعل لي في الأزمات أن أغطي داخل الوعاء الوقف التعليمي، أغطي مصاريف تشغيلية للتعليم والمصاريف الإدارية للتعليم، وكذلك في الصحي أغطي المصاريف الإدارية للصحي والمصاريف التشغيلية للصحي، وكذلك التوعوي. هذه الفلسفة تخلي الشخص فعلا يكون عنده أريحية في أوقات الأزمات أنه يغطي أكثر ما يستطيع أن يغطيه من هذه المصاريف. البند اللي بعده وقف الاستدامة. الحقيقة ما أخفيكم يا أخوة أن الأزمات اللي مرت علينا جعلتنا نفكر بصورة جدية عن وضع العمل الخيري أو وضع جمعية العون المباشر مستقبلا. الآن انقرصنا عدة قرصات، وهذا التفكير فكرنا فيه قبل أزمة كورونا، قلنا الغزو و11 سبتمبر والركود الاقتصادي 2008-2010، هذه كلها كان لها تأثير في سقوط كثير من المؤسسات سواء القطاع الخاص أو القطاع الخيري. وحاليا نتكلم على النسبة الإدارية للجمعية العون المباشر مثلا في الكويت ما بين 4.5 إلى 5.5%، وعندنا مصاريف إدارية في أفريقيا كذلك ما بين 5 إلى 6%. فأنا نتكلم على إجمالي ما بين 9 إلى 11% ما بين الكويت وأفريقيا، وعلى فرضية أن الموازنة الموضوعة تحقق بالكامل ستكون نسبتنا الإدارية كذلك، لأن كما تعلمون حضراتكم أن المصاريف الإدارية هي ثابتة بينما المشاريع هي التي تتغير بناء على التبرعات. فلو فرضنا أن حققنا الهدف المطلوب، نفترض أن 40 مليون ريال وأنا مصاريف الإدارية بالكويت 2 مليون ريال، راح تكون مصاريف الإدارية 5%. لكن لو حصلت أزمة وانخفضت التبرعات من 40 مليون إلى 10 مليون وأنا مصاريف الإدارية ثابتة اللي هي 2 مليون، راح أقفز من 5% إلى 20%. هذا جعلني
أسترجع وأشوف مصاريف الإدارية للخمس سنوات السابقة ومصاريف الإدارية للخمس سنوات القادمة بتوقع إيش اللي راح أوصل له، وبناء عليه بنيت كم أحتاج رأس مال حتى يغطي لي مصاريف الإدارية في الكويت ومصاريف الإدارية في أفريقيا. هذا التفكير إيش خلاني يعني معذرة لما رأيت المبلغ، رأيت مبلغ خيالي قرابة 350 مليون دولار كرأس مال للوقف حتى أغطي مصاريف الإدارية بأريحية وإلى الأمام أكون مرتاح من ريع هذه الوقفية دون الحاجة إلى طلب مصاريف إدارية من المتبرعين. وهذه راح تخليني أوصل لما أحقق الهدف هذا أن أعلن للمتبرعين جميعاً أن 100% من تبرعك سيذهب مباشرة للفقير لأن مصاريف الإدارية غطاها بعض المتبرعين من خلال هذا الوقف. الأمر الآخر، هذا راح يخليني أكثر أريحية في جذب كفاءات من القطاع الخاص أو من خارج قطاع العمل الخيري أعينهم عندي في الجمعية دون حرج من مسألة الرواتب أو مسألة غيره. بعد ما انتهيت من الاحتياج لهذا المبلغ، أعطيت الملف لوقف العون المباشر لفريق الاستثمار هناك لدراسة كيف سيستثمرون هذا المبلغ وكم سيحققون من هذا المبلغ خلال العشر سنوات أو الخمسة عشر سنة القادمة. إذا تسمحوا لي يا أخوة، ودي أرفق ملف. عملنا دراسة لجميع الدول التي نشتغل فيها في 30 دولة في أفريقيا. الصورة واضحة عندكم؟ واضحة. طيب، أنا بس غطيت الدول، عملتها مثل إخفاء بسبب الحرج اللي قد يحدثه من ذكر بعض الدول. فأنا عندي أقاليم، عندي سبع أقاليم، وكل أقليم مقابلة تقريبا متوسط خمس دول. أتكلم عن الوضع السياسي للدولة، هل هو آمن أو غير آمن؟ نوع الحسابات اللي عندي هناك، هل هي عملة محلية أو عملة محلية ودولار واليورو؟ ثم ثبات سعر الصرف، ثم إمكانية التحويلات بين الدول، هل ممكن يحول بين الدولة هذه ودول ثانية مثل ما نرى أن كثير من الدول الأفريقية لا يمكن، أو قد تفرض عليك ضرائب جدا عالية، وتحديد أسماء الدول اللي ممكن أحول لها وقيمة العمولات عند التحويلات الخارجية، بعضها معفي من العمولات وبعضها تصل إلى 18%، وقيمة الضرائب على التحويلات مثل ما تشوفون بعضها 20%. ثم نمشي بالملف على أمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية، أنواع البنوك لإنشاء الودائع، إمكانية إنشاء أنواع الودائع المتوفرة، قيمة العمولات على الودائع، قيمة الضرائب على الودائع، إمكانية استثمار العقاري فيها وقانون الاستثمار العقاري، هل يمكن لي كجمعية أستثمر أو لا، وقانون الضرائب وتحديد النسبة الضريبية وقيمة الضريبة ووضع الجمارك بالدولة، تحديد نسبة الإعفاء، قيمة الجمارك المفروضة على الجمعية، أنواع التحالفات. وهذا الملف اللي أعتقد أنه من أهم الملفات. على حسب يعني علمي أن هذا الأمر موجود في أفريقيا بصورة كبيرة أكثر من آسيا وأكثر من دول ثانية، يمكن موجودة في أوروبا كذلك، أن هناك تحالفات بين الدول، والتحالفات هذه قد تكون تحالفات سياسية أو تحالفات اقتصادية أو تحالفات يعني تعفي الدول المتشاركة بينهم بين بعض من أي ضرائب، وهذا راح يسهل لنا اختيار الدولة المركز الرئيسي أو الدولة الإقليمية اللي ممكن أن نستثمر فيها ومن خلالها نحول إلى الدول المحيطة فيها اللي من ضمن التحالف، بالإضافة إلى خيار ثاني من التحالفات أو تحالف ثالث أو رابع. يبقى ميزات التحالف إيش هي بالضبط مذكورة عندنا، ثم ملاحظات هل هناك إعفاء كلي، هل الوضع الأمني فقط في الوضع الحالي غير مستقر، أو هناك استثناء، أو أن الوضع مستقر طول هذه الفترة. مثل هذا الملف أعطانا بعد ما اشتغلنا عليه أعطانا أريحية في اختيار الدول الإقليمية. بعد ما رأينا الملف هذا، من أصل 30 دولة صفينا 16 دولة أخرجناهم، أما يكون عندها وضع اقتصادي
غير ثابت أو وضع سياسي غير ثابت، انقلابات عسكرية، انتخابات دموية وغيرها من الأمور، أو الضرائب تكون مرتفعة فيها جدا ولا يسمح لنا بالإعفاء الضريبي، هذا يخلينا نبتعد عنها. صفينا على 14 دولة، من 14 دولة بدينا نحدد إيش الدول اللي ممكن نستثمر فيها وتكون فيها أوقافنا، وبدينا نخاطب هذه الدول إيش إمكانية نكون مكتب إقليمي عندكم مقابل تعطونا ميزات تنافسية تخلينا نقبل عليكم وتكون فعلا بلد نستثمر فيها ونضخ فيها الاستثمارات حتى تغطي الدول التي حولها. بدأنا وفتحنا أبواب مع بعض الدول، والحمد لله أعطتنا خطوات إيجابية في التفاعل معنا، وبدأنا نسوق هذا الوقف، والحمد لله في استجابة إلى حد ما جيدة. لكن صعبة لما تقول حق المتبرع أنا أريد وقف لتغطية مصاريف إدارية، يقول أنا شعري فيكم مصاريف إدارية، دبروا نفسكم، إحنا حريصين على أن فلوسنا تروح لليتيم، فلوسنا تروح للبئر، فلوسنا تروح للمصحف، للمسجد. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لما جهزنا ملف إلى حد ما جيد، حتى الآن ما انتهى، وبدينا نعرض على المتبرعين أو الواقفين بصيغة الاستشارة وليس بصيغة التسويق، صار في إقبال، وأن احنا راح نوقف وياكم إن شاء الله متى ما انتهيتوا من هذا المشروع. مشاريع وبرامج الأموال الدوارة، معظم الجمعيات والمؤسسات تصرف صرف مباشر دون التفكير بتعظيم أثر هذا المال المصروف. الحقيقة من بدأت فلسفة المايكرو فاينانس أو القروض المتناهية الصغر تنتشر وبدأت تطبقها بعض الجمعيات، كنا سابقاً نراها فقط في المؤسسات التي تضع فائدة ربوية. حالياً شفنا تجربة مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي، مؤسسة جنة التابعة له، أن الحمد لله الإنفاق عندهم قاعد يحصل بصورة جيدة في المايكرو فاينانس، وأصبح في تدوير لهذا المال، وسابقاً كانت تنفق ملايين الريالات دون أن يكون هناك تدوير لهذا المال. حالياً لا، بدل ما أصرف مليون ريال تستفيد منه 1000 أسرة، الآن مليون ريال خلال 5 سنوات تستفيد من 5000 أسرة بسبب دوران هذا المال. بدأنا نوسع هذه التجربة، ولا نستهدف فيها فقط النساء، بدأنا فيها بالنساء في تونس وتوسعنا فيها في موريتانيا والسودان، ثم توسعنا في برنامج جديد لمحفظة إقراضية للطلبة المسلمين اللي عندهم رغبة في إكمال دراساتهم العليا، أو الموظفين المسلمين اللي عندهم رغبة في إكمال دراساتهم العليا، أو المحاضرين في الجامعات اللي عندهم رغبة في إكمال دراساتهم العليا حتى أن يصلون إلى مرحلة من الدرجات العلمية اللي قادرين فيها أن يحققون ذاتهم، كذلك يعينون مجتمعهم على ذلك. فضل الله سبحانه وتعالى بدأنا فيها قبل 5 سنوات مع مجموعة من الشركاء، حتى الآن خرجنا ما يعادل أكثر من 380 شهادة ماجستير ودكتوراه في بلد واحد في أفريقيا. الجميل فيها أنك ترى أن أموالك تدور في نفس الدولة مع تعظيم الأثر، وتبقى هي رصيد موجود عندك في الدولة، لو اضطريت في يوم من الأيام أنك تحتاج لهذه الأموال تستطيع أن تستخدمها في ظل الأزمات. لابد أن يكون قبلها شرط شرعي وشرط مالي أن في قابلية لاستخدام هذه الأموال، سواء مع المتبرعين أو مع هيئة الشرعية أو مع المكتب الحسابي. النقطة الأخيرة يا أخو، وأعتذر إذا أطلت عليكم، هو تحدي سعر الصرف في حال العملات الصعبة وإخراجها. هذه ما أظن تحدي موجود عند كل المؤسسات، خصوصا المؤسسات اللي وقفة داخل دولتها وتصرف داخل دولتها. إذا كان الصرف داخل الدولة فالأمر جدا بسيط، لأن ارتفاع وانخفاض سعر العملة لا يؤثر تأثير كبير مدام الصرف في نفس الدولة. لكن التأثير لما تكون حطيت أوقافك في دولة من الدول وترغب أن تنقل هذه الأوقاف أو ريع هذه الأوقاف إلى دول محيطة، هناك تحدي عندنا كبير في خسائر فرق العملة، وعندنا مشاريع تحسينية كبيرة شغالين فيها حاليا، إن شاء الله نوصل فيها إلى نتيجة جيدة. هذا تقريبا يا أخوة ما عندي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يعدي هذه الأزمة على خير. أنا لا أقول يعني كرسالة نهائية، لا أقول أن الجمعية في منأى عن الضرر اللي حصل من كورونا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وجود أوقاف
متينة إلى حد ما، وأن التفكير كان مسبق لهذه الأزمة في كيفية التسيير. عندنا أحد المؤشرات هو مؤشر التسيير الذاتي للدولة، نراه شهرياً في فريق القيادة في الجمعية، ونراه بصورة سنوية، ونضع لنا هدف سنوي كيف نرفع التسيير الذاتي في دولنا الأفريقية من خلال رفع جودة المنتجات المقدمة في الوحدات الإرادية، المدارس والمستوصفات والمشاريع التنموية، وكذلك إيجاد أوقاف في كل الدول، وطرق كل باب ممكن نطرقه يدعمنا في تسيير دولنا في أفريقيا. أحب أشكر مرة ثانية الأخوة في المعهد العالمي للوقف، وأشكر الأخ أنس على إدارة هذا الحوار، وأنا مستعد لأي سؤال أو استفسار. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على ما قدمت، فعلا هي تجربة ماتعة، أنتم خطيتم طريقكم في أصعب الطرق، والحمد لله قدمتم أفضل الممارسات ولله الحمد. يعني قد يكون تعجز بعض الجهات في دولة واحدة أن تقدم كل هذه الممارسات المثلى على مستوى المالي وعلى مستوى الرقابة وعلى مستوى الحوكمة، فهنيئا لكم وبارك الله لكم وبارك في أعمالكم، جزاكم الله خير جميعا. معنا الدكتور سامي صلاحات، إذا حب الدكتور سامي صلاحات يداخل قبل نبدأ المداخلات من الأخوة المشاركين. شكرا أخي أستاذ أنس، وأشكر الدكتور عبد الله على هذا العرض الجميل المبدع، وحقيقة يعني كما ذكر الأخ أنس جهود دولة، يعني المؤسسة العون جمعية العون حقيقة جهد يعني دولي وتجربة ريادية، وهذا يعني يجعلنا نترحم على الوالد رحمه الله تعالى على النبذة التي وضعها وترك من خلفه رجال يقودوا هذه المسيرة. أنا سؤالي للدكتور عبد الله، يعني بحكم تواجدكم في عدة دول أفريقية وأنتم تعلموا المجتمعات الأفريقية وهي مجتمعات لم يدخل الوقف فيها بطريقة صحيحة بسبب عدة أسباب ليس هذا مجالها، أنا أسأل هل يمكن لجمعية العون من خلال الدول والحكومات الذين يعني التي تتعاملون معها، هل يمكن أن تؤسسوا إدارات أوقاف كي تتحول الشعوب في أفريقيا من شعوب تستقبل التبرعات إلى شعوب منتجة تحاول أن تنمي الأموال الوقفية وتحاول أن تعزز العطاء داخل بنية المجتمع الأفريقي؟ وهذا يعني الذي أراه يعني لا سيما أنكم ما شاء الله قمتم بوضع خطط وتخطيط مالي لدور جمعية العون في هذا الصدد، وأشكركم شكرا جزيلا. جزاك الله خير دكتور سامي وبارك الله فيك. الحقيقة فعلا يعني هذا الأمر محتاجينه في أفريقيا، وأشوف يعني النقص فيه كبير، والنضج فيه كذلك يعني يحتاج يعني جهود كبيرة. وأعتقد أن ما هو يعني العون المباشر هي اللي قادرة، لأن ما هي جهة متخصصة في هذا الجانب، لكن ممكن أن تنقل تجربة، ممكن أن تكون محاضرة، ممكن أن تكون مادة توثق لو استطاع أحد من الجهات المتخصصة سواء المعهد العالمي الوقف أن يوثق التجربة وتنقل وتدرس للدول الأفريقية. لكن من خلال زياراتنا وعلاقاتنا مع بعض المسؤولين هناك سواء في السنغال، في النيجر، في الصومال، في حتى البنك الإسلامي للتنمية، لنا جلسات نناقش فيه هذا الأمر بصورة كبيرة. لكن والله ما أشوف أن عندنا القدرة الحالية دكتور سامي أن احنا نعمل على تأسيس هذه الأمور في أفريقيا، خصوصا أن نشاطنا شوي يعني مختلف عن النشاط الوقفي المباشر. احنا ماخذين الوقف كسند وليس كنقل تجربة أو تعليم أو تأسيس جهات وقفية، لكن نقول إن شاء الله في قابل الأيام يكون لنا دور في هالشيء. شكرا جزيلا دكتور عبد الله. معنا مداخلة من الأستاذ نبيل كسراوي من زيتونة تمكين. أهلا وسهلا دكتور نبيل، معك 30 ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور عبد الله على المداخلة الرائعة. أنا وددت أن أسأل سؤال حول علاقة العون المباشر بدعم منظومة التمويل الإسلامي الأصغر سواء من خلال تجربة تونس أو تجارب أخرى بطريقة منظمة، خاصة وأننا نعرف أن خدمات التمويل الأصغر عموما الإسلامي والتقليدي هي خدمات مكلفة وغير تنافسية عادة نظرا لشح الموارد وتكلفة الموارد. وبالتالي اليوم إذا كان
العون المباشر يريد أن يصل إلى الأثر الاجتماعي المنشود، يمكن أن يدخل في علاقة شراكة مالية مع هذه المؤسسات بآلية القرض الحسن التي يسديها للمستفيدين المباشرين، يصبح يقدمها من خلال هذه المؤسسات عبر آلية القرض الحسن، ومن خلال حتى تكاليف إدارية مانجمنت فيز بسيطة، وبالتالي يساعد على تعزيز تنافسية منتجات التمويل الإسلامي الأصغر في هذه البلدان. وهذه نقطة ممتازة جدا تجعل علاقة متميزة بين منظومة الوقف ومنظومة التمويل الإسلامي الأصغر، وجزاكم الله خير. حياك الله أستاذ نبيل. وأنا ما أدري إيش قصة الزيتونة تمكين، دائما يعني يختارون مديرهم باسم نبيل. من نبل الرسالة نعم صحيح، لعلها من نبل الرسالة اللي تحملها الزيتونة تمكين، وإحنا فخورين جدا بالأثر اللي تحدث الزيتونة تمكين. هذا نبل الشجرة. نعم شجرة مباركة. كانت يعني فلسفة العون المباشر إلى عهد قريب أنها اسمها عون مباشر، فهي مباشرة مع المستفيد دون أي واسطة ودون أي شريك، وكنا ما ننظر إلى حوالينا كمعينين لنا في هذا الأمر. لكن من خلال الأزمات اللي مرت رأينا أن فتح باب الشراكات أمر لا بد منه، بل هو من أبواب الاستدامة. بدأنا نقيس الشراكات بعدة أنواع: الشراكة الحكومية، وألزمنا مكاتبنا الميدانية أن يفتحوا خطوط، عندنا اتفاقية إطارية مع رئاسة الوزراء واتفاقيات خاصة مع كل وزارة معنية بالنشاطات التي نقوم فيها، الشراكة مع وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة كذا. الشراكة الثانية هي الشراكة مع المنظمات الدولية والصناديق المانحة الدولية. الشراكة الثالثة هي الشراكة مع المؤسسات المحلية التي نعتقد أنها قد تكون معينة لنا، أو تكون صف ثاني للعون المباشر لا قدر الله في حال حصل شيء من مضايقات أو غيره. من بدأنا نفتح هذا الأمر فرجت علينا يعني كثير من الأمور التي كانت غايبة عنا، وتحملوا كثير من المصاريف اللي كنا نتحملها، بالإضافة إلى تجودت بعض الأمور الخدمات اللي كنا نقدمها. ولا شك أن زيتونة تمكين يعني متقدمة عنا بهذا الأمر بصورة كبيرة، لكن مثل ما ذكرت أن فلسفة الجمعية أنها تعمل من خلال موظفينها ومن خلال أسرتها. أول جلسة اللي كانت مع الدكتور نبيل غلاب تقريبا قبل سنتين أو 3 سنوات في تونس، وفتحنا هذا الباب، وما زالت الفكرة موجودة، وإن شاء الله يكون هذا الأمر يعني قريب، إذا ما كان يعني بصورة مباشرة معكم سيكون يعني بالشراكة معكم لتحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب. شكرا يا أخي، جزاكم الله خير. حياك الله. شكرا جزيلا دكتور نبيل، وشكرا دكتور عبد الله. دكتور مصطفى لديك مشاركة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يمسيكم بالخير دكتور عبد الله، ويسعدني أن أتواصل معك يعني في زمن الكورونا. بعد التواصل على الواتس يعني صار في مجال أنه نتواصل مباشرة. أنا سؤالين صغار إن شاء الله. يعني السؤال الأول فيما يتعلق، استمعتك يعني تكرر مصطلح المحفظة الاستثمارية، يعني هل هي المقصود فيها مثل الصناديق الوقفية التي تستخدم في بعض المؤسسات الأخرى مثل الأمان العام الأوقاف، إنها وعاء لجمع أموال الواقفين لتخصيصها لمصرف معين، يعني دلالة استخدام المحفظة الاستثمارية؟ والسؤال الثاني يعني مؤسسة العون أو جمعية العون، ما هو أبرز مثال أو نموذج للأوقاف يعني هي تعتبره مفخرة ويمكن أن يكون فعلا نموذج يحتذى به، صرفت عليه أموال وجهود وطاقات وأفكار فيعتبر فعلا نموذج للعون يعني واجهة لها، وبارك الله فيك. طيب بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، أنا ما أذكر محفظة، ما راح أتكلم بالمصطلح اللي عند أهل الاستثمار، وإنما أتكلم بالمصطلح اللي إحنا قاعد نمارسه كواقع في العون المباشر. لما أتكلم عن المحفظة الاستثمارية، محفظة تدخل فيها جميع الأوقاف اللي يوقفها المتبرعين باختلاف اشتراطاتهم الوقفية، ثم تحول هذه الاشتراطات الوقفية والأموال إلى محفظة من اليوم الأول اللي تدخل فيه، اليوم الثاني تكون مستثمرة،
يعني اليوم اللي تتبرع فيه دولار اليوم الثاني هو داخل بحساب توفير، من حساب التوفير إلى 40 يوم تكون مربوطة في وديعة، من تربط في وديعة إلى أن تجد فرصة استثمارية كعقار خلال هذه الفترة أن قاعد تحقق عوائد تبدأ من 0.5% إلى 3.5%، ثم تدخل بالعقار اللي يبدأ من 7% إلى 14% حسب الفرصة اللي تجدها سواء في الكويت أو في أفريقيا. فأتكلم أن المحفظة الاستثمارية بعمومها من عام 96 إلى يومنا هذه هي عبارة عن محفظة متعددة الأنشطة، متعددة المخاطر، متعددة الدول، متعددة العملات، ومتعددة المصارف والمقاصد الشرعية من الواقفين، المقاصد مقاصد الصرف عفوا من الواقفين. فتجد بنفس المحفظة هناك جزء حصة للصدقة الجارية عموم الخيرات، حصة لليتيم، حصة للقرآن، حصة لكذا. لما يجي الريع يوزع حسب حصة كل محفظة صغيرة من محفظة الأيتام أو محفظة القرآن أو محفظة التعليم، توزع عليها بحسب نسبتها من إجمالي المحفظة. ما أدري أجبت على السؤال ولا لا؟ طيب ممتاز. بالنسبة للأوقاف الحقيقة التجارب كثيرة، لكن النجاح اللي تحقق بالأوقاف هو اقتناص الفرص وسرعة الاستجابة لها خصوصا في الدول الأفريقية. يعني عندنا يمكن في صعوبة في اقتناص الفرص بما يحقق عائد فارق كبير أو يحقق نمو في رأس المال كبير خصوصا الجانب العقاري، لكن في أفريقيا أعتقد أن الفرص جدا كبيرة خصوصا للحصول على أراضي مميزة أو عقارات مميزة. نسبة النمو اللي قاعد يحصل في بعض الدول الأفريقية يصل إلى 20% لرأس المال أو 30% رأس المال. بعض الأراضي اشتريناها في عام 2007 كانت قيمتها 50,000 دولار، في 2016 قيمناها 1.5 مليون دولار. فالنمو اللي قاعد يحصل في الدول الأفريقية جدا كبير، نماذج كثيرة اللي يعني نفخر فيها، وهو توفيق الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل لك دالة على الفرص الاستثمارية، لكن تحتاج أن فعلا يكون في جزء من الملاءة المالية والممولين اللي ممكن يعينونك على هذا الوقت، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة بالموافقة على هذه الأوقاف. شكرا لك. ما في نموذج معين، ما في نموذج معين ممكن انه يعني تعتبره هذا نموذج. نعطي غيرك وقت يا دكتور مصطفى. اجاوب ولا بتحول على غيره؟ اختصر حتى ننتقل لأسئلة اخرى. انا بتكلم على نموذج، عندنا نموذج ملاوي. الان ملاوي ما نحول لها اي شيء من هذه الاموال بسبب ان اشترينا في وقت مبكر مجموعه اوقاف في عام 2001 2002. حاليا ملاوي تعتمد على نفسها اعتماد كلي في الجانب المالي، عقارين مميزين استهدفنا فيهم القطاع الدبلوماسي والقطاع الحكومي، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني تحقق فوائد فيها وتصرف على مشاريع وأنشطة وليس فقط مصاريف إدارية وتشغيلية. شكرا دكتور مصطفى بسام، شكرا دكتور عبد الله. في سؤال ذو علاقة أتى من أحد المشاركين، كان من السيدة أسماء سالم. دكتور أسماء سالم تقول: هل لديكم تجارب مماثلة لتجربة تونس زيتون تمكين؟ زيتون تمكين حتى الآن ما عقدنا معهم شراكة حقيقية، لكن فتحنا الباب. لكن كتجربة مايكرو فاينانس أو قروض متناهية الصغر جربناها في موريتانيا وجربناها في السودان، والآن مقبلين على دول جنوب الصحراء. بدأنا في مخاطبات لفتح تراخيص، وإن شاء الله نجد قبول للدخول في أنشطة المايكروفاينانس. لكن كشراكات عندنا الحمد لله شراكات كثيرة سواء في مايكروفاينانس أو في أنشطة أخرى مع عدة جهات سواء كانت مانحة أو جهات منفذة. جميل جميل جدا. نأخذ مشاركة كتابية من الدكتور عبد الله الأضيد، مركز الاستثمار الأمثل. يقول: مع الشكر لكم جميعا، مقولة نسمعها يعني تم ترويجها الوالد قبل وفاته رحمه الله، يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتخصصت في عملي في إفريقيا في مسار واحد واتجاه واحد فقط. هل هذه المقولة صحيحة عن الوالد لهذا العمل الواسع الضخم؟ ونحن الآن نعلم أن التخصص والتركيز مطلب النجاح، أم كان ذلك طبيعة تلك المرحلة؟ ما هي إجابتكم؟ هي كلمة يعني بالنص: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت جل نشاطي
في التعليم، لما رأى من أثر التعليم على تغيير المجتمعات. هذه أمنية وحلم، لكن لما تجي للواقع في أفريقيا تجد أن شمولية عمل الجمعية هو أكبر مكسب لها. وحقيقة يعني في خططنا الاستراتيجية دائما نكرر هذا الأمر، هل نرجع للتخصص وننشئ مؤسسات متخصصة وهي التي تدير العمل، أو نبقى بشموليتنا لما ندخل إلى البلدة ندخل بشمولية الأثر، مستفيد التعليم مختلف عن مستفيد الصحة، مختلف عن مستفيد الدعوة، مختلف عن مستفيد المياه. وكل هذا يعني يهيئ لك قاعدة شعبوية كبيرة وقاعدة حكومية كبيرة في مجلس الوزراء، لما يكون عندك شراكة مع 4-5 وزراء كلهم يعرفون دايركت ايد في بينك وبينهم، شراكة يدافعون عنك في حال أي هجمة أو حال أي شبهة تطرح يقولك لا هذيل شركاء، بالإضافة إلى القاعدة الشعبوية الكبيرة اللي موجودة. أعتقد أن التنمية الشاملة هي الحل الأمثل إن كانت المؤسسة قادرة. لكن فعلا أنا الآن لو أقول، لو يرجع فيني الزمن إلى بداية تأسيس الجمعية وأستطيع أن أكون من مؤسسين، أتخصص في تخصص واحد وأعظم الأثر في هذا التخصص وأفرض احترامي على المتبرعين بتخصصي. جميل جدا دكتور، الله يبارك فيك يحفظك. أيضا في استفسار عن الأوقاف الغير عقارية، يعني أنتم كجهة تعمل في مجال التعليم والصحة وغيرها، ألم يكن لكم نصيب من الأوقاف الغير عقارية التي تعتمد على غير الدخل؟ سابقا كان قانون العمل الخيري ما هو ملزم باستثمارات معينة، فكان الجمعية عندها أنشطة في مساهمات وفي أسهم، وكان وقت يعني فورة الاقتصاد في عام 2001 و2002 و3 و4 إلى أن جاء قرار يلزم المؤسسات الخيرية أن يكون نشاطها مقتصر على أمرين اللي هو العقارات والودائع. لكن حاليا بعد خروج كيان منفصل كوقف عون مباشر وتؤسس تحت شركات، يكون في قابلية أن يكون نشاطها متعدد خلاف الأوقاف والودائع الاستثمارية. هذا أعتقد راح يخلي مجال كبير للجمعيات أنها تشتغل في أنشطة خلاف العقارات والودائع. وكما ذكرت لكم أن في قابلية أن كذلك يكون نشاطك في أفريقيا أو في الدول التي تعمل فيها سواء كان تعليم أو صحة استثماري خيري غير ربحي. ممتاز جدا، شكرا الله لك. معنا الدكتور عبدالعزيز المنعم الباحث في مجال الأوقاف، مشرفنا اليوم عنده مداخلة. تفضل دكتور عبدالعزيز. جزاك الله خير أخوي ناس، وحياك الله دكتور عبد الله وجميع الأخوة والأخوات. استفسار الله يحفظكم الدكتور عبد الله، بالنسبة لحقيقة التجربة هذه الثرية، هل هي موثقة كتابية بحيث أنه ممكن أنه ينتفع منها من لم يحضر هذا اللقاء، حتى يعني ينتفع منها من أراد إقامة جمعية، حتى يبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا يبدأ من حيث الصفر؟ لأن الحقيقة أرى بعض الناس لهم جهود كبيرة ولكن للأسف لا توثق مثل هذه، فيذهب ويأتي من بعده ويبدأ من الصفر، فما أدري هل هي موثقة كتابية ممكن أنها يستفاد منها أو لا؟ والله شيخنا مقصرين حيل في هذا الأمر، ولا تجربة العون المباشر كجمعية ولا تجربة الوقف كوقف وثقت، هي في صدور الرجال وما بين الأوراق، نسأل الله أن يسخر لنا من يوثق هذه التجربة، ولعل يعني الدكتور سامي يرفع الراية من المعهد العالمي للوقف أن يأخذون هذه الراية وتوثق التجربة. لكن أعتقد أن ما زال يعني عندنا فرص تحسين جدا كبيرة، ولا أعتقد أن التجربة نضجت النضوج اللي نفتخر فيه وقابل أن ننشره حاليا. لكن أي واحد يبي يوثق التجربة سواء في بحث ماجستير أو بحث دكتور أو توثيق لنشر المعرفة بين الجمعيات والأوقاف نستقبله في أي وقت الله يحييه. ممتاز. في أيضا استفسار في نفس الموضوع، ضمن فريق الإعداد كان يجهز السؤال هذا وهو مرتبط بهذا الموضوع، كانوا ذكروا أن سبب اهتمام الدكتور رحمه الله الدكتور عبد الرحمن في أفريقيا أن هناك دراسة ميدانية لأحد اللجان أكدت أن ملايين المسلمين في القارة السوداء لا يعرفون عن الإسلام إلا الخرافات والأساطير.
وعلى أثر ذلك ترك عمل الطبي طواعية ليجسد مشروع خيري رائد في مواجهة أغول الفقر والجهل في أفريقيا. هل هذا الكلام فعلا هو البداية؟ صحيح، وكان له اهتمام بأحوال المسلمين في العالم كله، بنغلاديش بالشرق، فلسطين، أفريقيا. كان يحاول يخالط الجاليات المسلمة في بريطانيا لما كان يدرس هناك، في كندا، في أمريكا، كان يحاول يخالطهم بصورة كبيرة ويتعرف على أحوالهم. فلما رجع الكويت كان بنى علاقات جدا كبيرة، بالإضافة إلى أخوانه اللي موجودين في الكويت من زملاء في العمل الدعوي، كان لهم زيارات لدول أفريقية. لما راحوا إلى ملاوي لبناء مسجد صدموا بالواقع، وشافوا أن الأمر ليس فقط بناء مسجد، وإنما محتاج إلى بناء ساجد. ما في ولا مسلم جامعي هناك، كان عدد نسبة المسلمين 72% وصلت إلى 17% بسبب الاستعمار والتجهيل والتنصير. المسلمين يسمونهم ألسالي، يعني الرجل الجاهل، وإذا قيل ألسالي يعني هو الرجل الجاهل المسلم. فهذه سببت له صدمة كبيرة، وقرر أنه يعني يغير مسار حياته من قضية الطب وخيرية الرسالة الطبية إلى أن يكون هناك نصرة للمسلمين في أفريقيا. ممتاز جدا. أيضا في استفسار عن الجامعات، هل كان لكم دور في الجامعات؟ هل هناك جامعات تابعة للعون المباشر؟ ذكرت قبل قليل الخريجين، هل هم من جامعة؟ صحيح. الجامعات عندنا حاليا 3 جامعات أسستها الجمعية وهي من تسيرها، بالإضافة إلى جامعة رابعة استحوذت عليها الجمعية لما تراكمت عليها الديون وكادت أن تقع بيد الحكومة أو بيد الكنيسة، فدخلت الجمعية بعد دراسة مالية وقانونية استحوذت على هذه الجامعة مدة 50 سنة. وهذا يعني رسالة أحب أوصلها، أن إذا ما كان عندك قدرة على التسيير أو ما كان عندك خطة على التسيير والتشغيل، لا تنشئ كلية ولا تنشئ جامعة ولا تنشئ مدرسة، لأن عدد المنشآت التعليمية المعلقة والمغلقة للمسلمين في أفريقيا لا تعد ولا تحصى بسبب حماسيتنا أن نكون مقاولين. مقاول يعني أبني ولا أفكر بالتشغيل، وبالنهاية أتوهق من اللي يصرف رواتب المدرسين الدكاترة وغيره. الجامعات هذه بعض الجامعات أسسنا لها أوقاف وكاحتياط، بينما الهدف النهائي والهدف الموضوع على إدارة الجامعة أن تحقق تسيير الذاتي خلال فترة كذا. الجامعة اللي استحوذنا عليها كانت مديونة 1,800,000 دولار، بفضل الله سبحانه وتعالى خلال 2 سنة بدأت تحقق ربحية. إحدى جامعاتنا جامعة سيماد في الصومال تسير نفسها ذاتيا رغم الفقر اللي موجود هناك، رغم التفجيرات، رغم المصائب اللي قاعد تحصل هناك، إلا أن الجامعة تسير نفسها ذاتيا من رسوم الطلبة، وفيها 9 كليات، فيها 21 برنامج، وخرجنا فيها أكثر من 500 طالب وطالبة. من الوسائل اللي حققنا فيها مسألة التسيير الذاتي لهذه الجامعات، لما طلبنا من الجامعة أن يعطونا كجمعية عون مباشر 200 كرسي في خصم 20%، وأخذنا هذه الكراسي ككراسي طلبة، ودخلنا مع جهة شريكة تدير المحفظة الإقراضية لهؤلاء الطلبة، وطلبنا من الكيان الإسلامي سواء كان بنك أو محفظة إسلامية، أنت من تدير إقراض هؤلاء الطلبة بشرط أنهم يدرسون في جامعتنا. فأنا إيش اللي سويت؟ ضربت 3 رؤوس ضربة إيجابية في وقت واحد. أنا دعمت جامعتي بالرسوم اللي تدفع من الجهة الوسيطة، تدفع رسوم كاملة، غطيت مصاريف التشغيل 20% أو 18% مصاريف تشغيل لإدارة المحفظة وإدارة القرض، غطيتها وعطيتها للكيان اللي أدار هذه المحفظة، أدخلت عدد أكبر من الطلبة المسلمين في هذه الجامعات، رفعت الرانكينج أو التصنيف لهذا البنك الإسلامي أو المحفظة، أني جعلت فيه محفظة بقيمة 500,000 دولار أو 1,000,000 دولار. فأنا ضربت 3 جهات استفادت من هذه المحفظة، وبما فيها أني رفعت نسبة التسيير الذاتي في هذه الجامعة من خلال الرسوم اللي تدفع والقروض اللي تسدد من الطلبة خلال 7 سنوات. الصوت شيخ نس. لا، جميل جدا، أشكرك دكتور عبد الله. لدينا حقيقة أرقام مبهرة حقيقة،
وكان أيضا من ضمن المداخلات لدينا مداخلة من الدكتور واسيني بن محمد. تفضل الدكتور واسيني، وكيل أوقاف البلد من الجزائر. الحضور معنا الآن 55 شخص تقريبا، من يمكن قرابة 20 دولة منوعة. دكتور واسيني المايك معك، تفضل نسمعك. الشاشة معلقة عندها، يظهر ذلك بإمكانك. سأغلق الكاميرا لديك حتى يكون سرعة الإنترنت أفضل. بإمكانك المداخلة بشكل صوتي. طيب، حتى يعني حتى يعمل هذا الاتصال مع الدكتور واسيني، لدينا استفسار عن هل لكم أوقاف في البلاد الأفريقية تغطي مصاريف مكاتبكم وتحقق الاعتمادية الذاتية لتشغيل برامجكم في تلك الدول؟ أنت أعتقد أشرت لذلك مثل في النقاش. مثل ما ذكرت أن عندنا ملاوي كتجربة، وعندنا كذلك زامبيا أو عفوا زيمبابوي، كذلك مؤخرا وصلت إلى مرحلة الاكتفاء. بعض الدول وصلنا إلى 70%، بعض الدول 30%، بعض الدول 50%، ونطمح إن شاء الله أن خلال العشر سنوات القادمة إلى 15 بحد أقصى أن نكون غطينا كل دولنا بعملية الاكتفاء الذاتي أو التسيير الذاتي، دون الحاجة للرجوع الكويت، أو لو انقطعت أو تأخرت عنهم أي حوالات من الكويت تكون أمورهم ماشية بصورة سليمة. جميل جدا. ذكر السؤال عن موضوع استغلال الصناديق الوقفية، هل رأيتم أن استغلال الصناديق الوقفية أو المحافظ اللي ذكرتموها سهل في توسيع دائرة الأثر؟ دكتور، سؤال من دكتور سعاد فقيهي أو فقيقي عذرا. إذا كان مفهوم الصناديق الاستثمارية أن نكون مشاركين في صناديق استثمارية خارجية، فهذا الأمر ما هو مطروح عندنا، وحريصين دائما أن تكون الملكية كاملة لوقف العون المباشر، بينما المحفظة الاستثمارية الداخلية سهلت علينا أمور كثيرة. أنا أحب أن أؤكد للأخوة المشاركين أن جمعية العون المباشر هي جمعية ضخمة جدا، يعني فيها أكثر من 7745 موظف في أكثر من 19 دولة تعمل رئيسية، غير الدول الأخرى الفرعية. فجمعية ضخمة بحجم أنها تستطيع أن تدير محافظها بنفسها وتدير محافظ خاصة بها وبطريقتها عفوا استاذ انس، احنا ما نديرها. انا بتاع عمل خيري، ما افهم بالاستثمار، وحتى لو فهمت ما هو نفس صاحب التخصص. فالجمعيه من سنتين فصلت وقف العون المباشر عن جمعيه العون المباشر، واصبح هناك مجلس نظاره متخصص استثماري يدير هذه، وتحت جهاز تنفيذي متخصص يدير هذه المحفظه الاستثماريه. فاصبح كيانين، ذراع استثماري وذراع خيري. الذراع الاستثماري ما يعرف أو ما له شغل بالعمل الخيري، والذراع الخيري ما له شغل إيش قاعد يستثمرون فيه. هو بالنهاية ينتظر الريع الربع سنوي أو النصف سنوي أو السنوي يأتي حتى أنه يصرفه في مصارفه الحقيقية. هو فقط يعطينا، يقول الآن جاكم مبلغ مثلا مليون ريال. مليون ريال إحنا عارفين تنسيبتها لكل وقفية من الوقفيات حسب مصارف المتبرع ونوزعها عليه. فالجانب الاستثماري بعيد عنا قليلا، وله جهاز متخصص هو من يديره. جميل جدا. كان في استفسار حول نفس الموضوع الاستثماري عن التغلب على عدم وضوح البيئة الاستثمارية في أفريقيا. أنتم ذكرتوا جانب المرتبط بالصرف، مرتبط بالحسابات، بس أمور كثيرة مرتبطة بالبيئة الاستثمارية. هل نستطيع أن نعرض عليها؟ لا شك أن أفريقيا يعني مثل ما ذكرت في دراستنا أنها في معظمها بلد فيها مخاطرة، سواء مخاطرة من حيث تذبذب سعر الصرف أو من حيث الانقلابات العسكرية أو الوضع الأمني. هذا كله مؤثر في الدراسة اللي ندرسها، لكن نعتمد على بعد الله سبحانه وتعالى على التقارير الدولية النمو الاقتصادي للدول، وكذلك نعتمد على وجودنا الميداني وعلاقاتنا مع الأخوة المحليين. هذا يبني ثقة كبيرة في مسألة اختيار الفرص الاستثمارية واختيار وقت الدخول في هذه الفرص.
ممتاز ممتاز جدا. كان في أيضا مداخلة صغيرة من الأستاذ أحمد سيد من الإسسكو في المغرب، ذكر استعداد منظمة الإسسكو متخصصة في التعليم للتعاون مع الجمعية، وكان تعاون سابق ويحتاجون أيضا نوع من، فحبينا نمسي عليه بالخير ونذكر هذا الشيء لكم. نوضح لكل المشاركين اللي استفسروا أن جميع المقاطع ستكون متاحة على اليوتيوب لاحقا بإذن الله تعالى. ذكر سؤال عن هل هناك معلومات في الموقع الإلكتروني يشمل جميع أنشطة الجمعية والأوراق التأسيسية والتعريف بالمشاريع؟ الأوراق التأسيسية حتى الآن ما عرضت، لكن في تقرير إداري وفي تقرير مالي وفي معلومات عامة عن الجمعية. أي شخص يريد يعني الأوراق الرسمية للجمعية كنظام أساسي أو غيره، في قابلية أن نوصلها بصورة كريمة. نعم. ما أدري يظهر عندكم الصوت ولا ما يظهر؟ لا لا، أوكي، كانت أحد المداخلات. أي. تمام. طيب. هل بقي أي مداخلات؟ عندنا كان في استفسار حول. دكتور واسيني دخل مرة ثانية. دكتور واسيني ما دخل، أعتقد أنه. هذا واسيني محمد، أنا بندخل الآن. بسم الله. دكتور واسيني تفضل. دكتور واسيني معنا؟ دكتور واسيني إذا أمكنك أنك تكتب المداخلة، نحن الآن سنقفل اللقاء. إن أمكن أنك تتركتك، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. السلام الله عليكم. الصوت يتقطع. دكتور عبد الله على هذه ال... نعم معكم. حياك الله. نسمعك. حياك الله. ذهب الصوت مرة أخرى دكتور واسيني، إن أمكن تكتب المداخلة ويجيب عليها الدكتور عبد الله، نتشرف بوجودك معنا. بس المعذرة موضوع الأسيسكو ما رديت عليه، لكن إحنا فعلا كان لنا شراكة معهم، ولعل هذا تنبيه لنا أن نعود مرة ثانية لهم، لأن فعلا كانت فائدة كبيرة ونستطيع أن نشتغل في مشاريع مشتركة كثيرة إن شاء الله. جيد. دكتور سامي صراحات تحتاج داخل بشيء؟ طيب. دكتور عبد الله إذا في بالك أي خلاصات أو أي مداخلة، يعني كلمة ختامية ودك تختم بها قبل أن نقفل اللقاء، تفضل. والله إن كان من كلمة ختامية، أول شيء جزاكم الله خير، أشكر الله سبحانه وتعالى أن اصطفانا وجعلنا وإياكم في هذا المكان المبارك في الوقت المبارك نناقش فيه هموم أمتنا وكيفية تعظيم الأثر لإخواننا. وهذا الاصطفاء يحتاج منا إلى شكر، ويحتاج منا إلى زيادة بذل وزيادة تضحية والتفكير ببعد استراتيجي نحفظ فيه استدامة واستمرار هذا العمل وتعظيم أثره. ما أخفيكم أن البناء سهل لكن الاستمرار أصعب. كثير من الأوقاف أو من الجمعيات الخيرية مهنتها مع كامل الاحترام والتقدير هي مسألة تحويل أموال أو مقاولات، ولا ترى ما بعد ذلك، بينما مهمتنا ورسالتنا أسمى من هذا بكثير. مهمتنا أن نجعل هذه الأمور هي وسائل وليست غايات، والغاية أعظم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نفكر كيف تستمر هذه العبادة ويستمر هذا الأثر من خلال العمل على التفكير بكيف يستمر هذا البناء إلى أطول فترة ممكنة. كم من المساجد الآن بالية ومعرضة للسقوط بسبب أن ما وضع لها وقف أو ما فكروا في كيفية
تغطية احتياجاتها من ترميم وتصميم. كم من الكليات توقفت لأن ما فكروا في كيفية تسييرها سواء برسوم رمزية أو بوجود أوقاف تغطي هذه الرسوم، بينما كل المؤسسات المستمرة هي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالتفكير بالاستمرارية كيف تستمر هذه المؤسسات، لا نعتمد فقط على التبرعات وعلى المانحين. المانحين يقعون، يتوفون، يغلقوا، يأتي عليهم يعني الضرر مثل ما يأتي غيرهم، لكن يكون اعتمادك بعد الله سبحانه وتعالى على كفاءتك الداخلية وعلى تسييرك الذاتي الداخلي هو خير معين لك على الاستمرار وتعظيم الأثر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه المنصة المباركة أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين ووالدينا وجميع أحبابنا أجمعين. حقيقة باسمكم جميعا وباسم قيادات الوقف وباسم المعهد الدولي للوقف الإسلامي نشكر الدكتور عبد الله الصميد على ما قدم. وحقيقة عندما يعني يطلع الإنسان على حجم الإنجازات، يعني نتحدث عن دولة لديها 23 وقفية وعمل إقليمي ينطلق من 14 دولة يصل للملايين من المستفيدين، دخول في أدق التفاصيل مررنا به في هذه الأمسية الجميلة، رفعوا كفاءة الأثر من تدوير الموارد وإدارة التدفقات النقدية، انطلقوا بفلسفة متخصصة وإدارة محنكة، انتقلت من ملف الشفافية والإفصاح إلى الحوكمة الرشيدة إلى المحافظ الداخلية التي خدمت وعظمت الأثر في العمل المجتمعي. إنجازات العون المباشر تتحدث عن إنجاز 40 سنة أو أكثر، كفلت أكثر من 12600 طالب، 80000 يتيم، 46000 طالب للدراسة الجامعية، 3 مستشفيات، 320 مستوصف، 304 مدرسة، 5000 مسجد، أكثر من 24000 بئر، 4 محطات إذاعية، 71 مركز مهني، إنشاء وتسيير 4 جامعات، 17 معهد شرعي، أكثر من 5800 برنامج صحي. الأرقام فعلا ليست بالقليلة، أكثر من 7700 موظف، فقط منهم 170 في الكويت والبقية ينتشرون في أفريقيا. وعمل مثل ما ذكر الدكتور عبد الله جمع بين المهنية والأثر، حيث أنهم لا يوجد شيء لديهم إلا هو موثق وهو يعني. وفي هذه اللحظة الكريمة ننظر حتى إلى تواجد الجمعية وأثرها، حيث لها صفة وحصانة دبلوماسية في أكثر من 15 دولة، وأحرزت أكثر من 12 جائزة دولية على جميع المستويات، منها جائزة الملك فيصل الدولية العالمية للخدمة الإنسانية. حقيقة نستغل هذه اللحظة في شكر الدكتور عبد الله والترحم على روح هذا المؤسس الرائع الذي أسس هذا الكيان، رجل أفريقيا كما يحلو البعض تسميته، قضى 29 عام ينشر الإسلام في القارة السمراء. اللهم اغفر لعبدك عبد الرحمن السميط واجزه خير ما تجزي به عبادك الصالحين، كان مثالا يحتذى في البذل والعطاء والدعوة، كان أبا لليتامى والمساكين والسعي إلى نشر الإسلام بوعي وحكمة وتوفيق. ونحن اليوم نذكره بالخير ويستمر ذكره بالخير عند كل هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم. أشكرك دكتور عبد الله وأشكر جميع الذي ساهموا في إنجاح هذا اللقاء، أشكر الحضور الكريم، ونلقاكم بإذن الله على خير. يستمر التواصل معكم عبر قناة المعهد وقنواتها الأخرى في اليوتيوب وقناة تويتر وقناة التليجرام ومنتدى الحوار الوقفي. نشكر لكم جميعا وإلى لقاء آخر. ستكون غدا أيضا هناك أمسية جميلة بإذن الله تعالى، وكل ليلة إن شاء الله في رمضان لدينا أمسية. أمسيتنا غدا ستكون بإذن الله تعالى مع دولة جديدة، وهي دولة غدا ستكون معنا دولة جميلة دكتور مصر. سامي صلاحات دولة مصر والأستاذ البيومي غانم يتحدث معنا عن أوقاف مصر، وإن شاء الله تعالى نشرف بكم جميعا. بإمكانكم متابعة الروابط عبر الفيسبوك أو التويتر. نشكر لكم جميعا وتتمسون على خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يحفظكم جميعا في أمان الله.